دكتور ثابت، أريد أن أسألك، أنا قرأت لك مقال كبير اعتذار لسبتمبر، هل فرط اليمنيون وفرطنا أيضا بسبتمبر المعظم لكي ينقض الحوثيون وتنقض الميليشيا الحوثية على هذا الشهر الجميل والمعظم في اليوم 21 من هذا الشهر؟ نعم نعم، حصلت تفريط كبير جدا بحق سبتمبر، وما كان لليمنيين أن يفرطوا في سبتمبر المعظم، ما كان للسلطة أيضا أو كل السلطات المتعاقبة منذ 62 وحتى اليوم، قامت الثورة السياسية، قام النظام السياسي، لكن الثورة الثقافية تحديدا لسبتمبر، سبتمبر الثقافة كان فيها تراجع كبير للأسف الشديد. ما يكتبه جيل اليوم من الأبحاث والمؤلفات وما ينظمونه من القصائد والأدبيات الثقافية بشكل عام كان يجب أن يكون قبل 50 عاما، قبل 60 عاما من اليوم، كان يجب أن يكون بعد قيام ثورة 26 سبتمبر. ولكن على أي حال ما يحصل خير، على أي حال مهما كان التأخير، حصل تفريط كبير جدا بهذا المكسب، مكسب الآباء والأجداد، ونستطيع القول أنه مكسب 1000 عام قادمة فجره أحرار ثورة 62. وللأسف حصلت خيانة وحصل تقصير أيضا، ليس مجرد تقصير فقط، ولكن إلى جانب ذلك خيانة ممن أرضعهم سبتمبر وممن شبوا وترارعوا ونمت لحومهم من ثورة 26 من سبتمبر، فخانوا هذه القيمة الاجتماعية. سبتمبر ليست ثورة، ليست حدثا مضى وانقضى، سبتمبر قيمة تنتهي عندها كل القيم. لا. سبتمبر هو النور لكل يمني، هو الخلاص، هو الطوق الأول والأخير. سبتمبر لا حياة لأي يمنيين بغيره قط، ولا حياة لليمنيين، وللإمامة عرق واحد ينبض.